الله 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 الله. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في عين مرجيه اللي متواجده باحفير. الحمد لله عين مرجيه تعود الى الحياه بعد زمن طويل بصراحه، يعني هذه مده ما شفناها بحال هكذا. والله كما كتشوفوا الشتا راه طيح، الشتا راه طيح، تبارك الله يا ربي ترحمنا رحمتك الواسعه، يا ربي ترحمنا ويا ربي تغيثنا. الحمد لله على التساقطات المطريه اللي طاحت بطبيعه الحال، هادشي كيفرح والله العظيم، اللي كيفرح هادشي هذا. وغادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه هنايا في عين مرجيه كما كتشوفوا. دعوه بصراحه الناس جاوا باش يشوفوا هادشي هذا، راه بصراحه اللي زوين بزاف. العين هاهي فاضت تبارك الله في هذه المنطقه، هذه البلاصه هذه تاهي فلاحيه معروفه بفلاحه هذه المنطقه ديال احفير والنواحي. احفير متحدى على الجزائر بين الحدود الجزائريه والمغربيه. تحيه لخوتنا الجزائريين من هذا المربر هذا. وما تنساوش خوتي تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم دائما الجديد، مع تفعيل زر الجرس. وخليكم خوتي مع هذا الفيديو ان شاء الله، غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه هنايا في العين المرجيه. وتحياتي لكم خوتي. عين مرجيه تبارك الله، جاوا الناس بزاف باش يشوفوا هذا المنظر الزوين تبارك الله ديال الواد وديال هذه العين هذه اللي مده وهي ناعسه، ودابا راه تعود الى الحياه كما كتشوفوا تبارك الله. جاوا الناس من انحاء المنطقه، جاوا من بركان، وجده، احفير، تقريبا جاوا من الناظور كما كتشوفوا. ها هو الدليل امامك، وشوف السيارات اللي جاوا تبارك الله، ولا موطويات، وكاين اللي جا على رجليه، كاين اللي جا على البسكليت، بحال الناس اللي قراب احفير اغباب جاوا على الرجلين على البسكليت. والحمد لله هذه البلاصه هذه زوينه، هذه راها معروفه بالفلاحه ديالها، الزراعه والفلاحه اللي متحدى على الجزائر بين الحدود المغربيه والجزائريه. ما بيناتناش بزاف، واحد جوج متر ولا 3 متر ولا ما واصلش. وكاين هذه البلاصه هذه اللي معروفه بزراعه الزيتون والزرع، هنا كيديروا الفلاحه في هذه المنطقه، هذه معروفه بالخضروات والفواكه. والحمد لله هذه البلاصه هذه معروفه كما كتشوفوا. شوفوا الماء، هذه البلاصه هذه ولات كامله ماء تبارك الله. هاي العين لهي في ذاك البلاصه اللي غادي نمشيو نشوفوها ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم بارك. كلشي فرحان، شيوخ وشبان ونساء ورجال، كلشي جاوا هنايا فرحانين تبارك الله باش يشوفوا هذا الخير ديال مولانا الكريم تبارك الله. كلشي فرحان الحمد لله على كل حال، والله العظيم الى اطفال صغار فرحانين والله، هما يعوموا ليها كاع بكثره هاد البرد، راهم يعوموا في ذاك العين هذه. والله العظيم الى شي حاجه تفرح اخوتي، والله العظيم. بارطاجيو خوتي الفيديو واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. وهذا هو خوتي، وراكم عاد هنايا معنا في اللايف، في هذا البث المباشر ان شاء الله، اللي كننقلوا لكم من عين مرجيه احفير. كما كتشوفوا تبارك الله، جاوا الناس من انحاء المنطقه باش يشوفوا هذا الخير تبارك الله ديال مولانا. والله العظيم الى هذا الشيء هذا كيفرح تبارك الله. شوفوا الحمد لله على كل حال، اللهم صل عليك يا رسول الله. الحمد لله، حنا دابا غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه هنايا في عين مرجيه، وغادي نمشيو ان شاء الله نشدوا الرحال الى مدينه بركان ان شاء الله. وهذا هو السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في عين مرجيه اللي متواجده في احفير اغبال. تحياتي للناس المنطقه الشرقيه، ناس اغبال احفير. حنا دابا كنتواجدوا في عين مرجيه تبارك الله. عين مرجيه تعود الى الحياه بعد زمن طويل تبارك الله. انتم تشوفوا الخير تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. راهم جاوا هنايا على جميع ابناء المنطقه باش يستمتعوا بهذا المنظر الرائع، المنظر الجميل، عين مرجيه تبارك الله، اللهم صل عليك رسول الله. هذا المنظر الهائل، المنظر الرائع تبارك الله. غادي نهودوا ان شاء الله لتحت باش نشوفوا عاود المنظر الزوين اللي كاين من تحت ما شاء الله، اللهم بارك. الناس راه جات تبارك الله،
بالسيارات ديالها. واخا الجو تبارك الله كما كتشوفوا الجو الحال ديال الشتاء والله العظيم الا الجو بارد، الحمد لله على كل حال الجو بارد والجو ديال الامطار على كل مره كطيح الشتاء وكتريض طيح وتريض تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله على كل حال. غادي ننقل لكم هاد البت مباشره من عين مرجيه، تحيه للاخوان. بارطاجيو خوتي اللايف، بارطاجيو اللايف واشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم دائما الجديد، دائما الجديد ان شاء الله. تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. شوف الخير تبارك الله ديال مولانا. غادي نحاول نقطعوا فوق هذا الحجر. الحمد لله. غادي نمشيو لعين مرجيه نشوفوا الطبيعه تبارك الله، الجو الزوين. بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو خوتي واشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم الجديد دائما. عين مرجيه عين مرجية. هذه الأجواء صراحة، الناس جاو هنا، منظر هائل تبارك الله، عجيب ما شاء الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. طلعنا لهذا المكان العالي باش نشدو لكم واحد الصورة زوينة. من عين مرجية أحفير أغبال تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في عين مرجيه اللي متواجده في احفير اغبال، تحياتي للناس المنطقه الشرقيه، ناس اغبال احفير. حنا دابا كنتواجدوا في عين مرجيه تبارك الله. عين مرجيه تعود الى الحياه بعد زمن طويل تبارك الله. انتم تشوفوا الخير تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. راهم جاو هنايا على جميع ابناء المنطقه باش يستمتعوا بهذا المنظر الرائع، المنظر الجميل. عين مرجيه تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. هذا المنظر الهائل، المنظر الرائع تبارك الله.
غادي نهودو ان شاء الله لتحت باش نشوفو عاود المنظر الزوين اللي كاين من تحت. ما شاء الله، اللهم بارك. الناس راه جات تبارك الله بالسيارات ديالها، واخا الجو تبارك الله كما كتشوفوا الجو الحال ديال الشتاء، والله العظيم الا الجو بارد. الحمد لله على كل حال الجو بارد والجو ديال الامطار. على كل مره كطيح الشتاء وكتريض طيح وتريض تبارك الله. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله على كل حال. غادي ننقل لكم هذا البت مباشره من عين مرجيه، تحيه الاخوان. بارطاجيو خوتي اللايف، بارطاجيو اللايف واشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم دائما الجديد، دائما الجديد ان شاء الله. تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. شوف الخير تبارك الله ديال مولانا. غادي نحاولوا نقطعوا فوق هذا الحجر. الحمد لله. غادي نمشيو لعين مرجيه نشوفوا الطبيعه تبارك الله، الجو الزوين. بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو خوتي واشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم الجديد دائما. عين مرجية، عين مرجية. هذه الأجواء صراحة، الناس جاو هنا، منظر هائل تبارك الله، عجيب ما شاء الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. طلعنا لهذا المكان العالي باش نشدو لكم واحد الصورة زوينة. من عين مرجية أحفير أغبال تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. عين مرجية أحفير، مباشرة معكم من عين مرجية أحفير. عين مرجية تعود إلى الحياة بعد زمن طويل تبارك الله، كما كتشوفوا هذا الخير اللي عطاه سبحانه وتعالى. الحمد لله.
هذه هي العين كيخرج منها الماء الأرض. اللهم صل عليك يا رسول الله. تبارك الله. خير تبارك الله ديال مولانا. اللهم صل عليك يا رسول الله. شتا بدات تنقط. الشجره بدات تنقط تبارك الله. الى عطات ربي واحد الرويه تبارك الله ما يبقى يبان حتى واحد هنا، كلشي ولا للدار، حتى واحد ما يقعد هنايا. الى ربي عطى واحد استوى قويه كاع هذا الشيء اللي تشوف فيه هنايا، كلشي يركب في اللوطو ديالو ويعطيها. الله 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 الله، هذه خروبه هذه تبارك الله. هانتوما تشوفوا راه تدير الحبه وما شفتو خروب تبارك الله. اللهم بارك. هيا شفتو، هذه هي الاجواء خوتي ديال عين مرجيه مدينه احفير. تبارك الله جبال تبارك الله هنايا عالية. الحمد لله على كل حال. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم بارك. دعوة مخيرة تبارك الله هنايا. الجو بارد، الويدان حملوا تبارك الله. الحمد لله على كل حال. اللهم صل عليك يا رسول الله. فرحانين تبارك الله أبناء المنطقة ديال ناس احفير اغبال تقريبا كاع جاو هنايا. بصراحه فرحانين بهذا الخير اللي عطى ربي سبحانه وتعالى، والحمد لله الحمد لله. والله الا هادشي كيفرح.
الحمد لله. هتشتي ولا عطا ربي تبارك الله خير. هذه هي الأجواء عين مرجية بمدينة أحفير أغبال. أجواء تبارك الله مخيرة هنا يا الحال ديال الشتاء، راه تنقد شوية الشتاء، الله يرحمنا على قد النفع. تبارك الله بصراحة فرحان، بحالي بحال الساكنة، بحالي بحال الناس كاملا فرحان بهذا الشتاء اللي طاحت وبهذا الخير اللي راه يطيح. تبارك الله شي حاجة اللي راه تفرحت والله العظيم، راه تفرح من بعد ما كان الزرع يبس هو ولا الحياة. تبارك الله هي الشتي وراها تنقد دابا حاليا، دابا راها طيح الشتاء، الناس راهم يتحركوا، شتو دابا الناس راهم يتحركوا راهم يمشيو، حتى حنايا غادي نتحركوا ان شاء الله، غادي ندير لكم واحد الجولة خفيفة هنايا باش نمشيو ان شاء الله. صراحة الناس اللي محبين الطبيعة ومحبين الشتاء راهم عاد هنايا، استمتعوا بالجو الجميل، الجو الرائع صراحة. اللهم سقينا يا رب العالمين، اللهم سقينا، اللهم غيثنا يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، هذا الشيء هذا كيفرح والله. عين مرجية مباشرة معكم. قاعد البرد هذا والناس راجعوا، الشباب راجعوا، الله يلا برافو عليك. Thank you.
عين مرجيه تبارك الله، جاوا الناس بزاف باش يشوفوا هذا المنظر الزوين تبارك الله ديال الواد وديال هذه العين هذه اللي مده وهي ناعسه، ودابا راه تعود الى الحياه كما كتشوفوا تبارك الله. جاوا الناس من انحاء المنطقه، جاوا من بركان، وجده، احفير، تقريبا جاوا من الناظور كما كتشوفوا. ها هو الدليل امامك، وشوف السيارات اللي جاوا تبارك الله ولا موطويات، وكاين اللي جا على رجليه، كاين اللي جا على البسكليت، بحال الناس اللي قراب احفير اغباب جاوا على الرجلين على البسكليت. والحمد لله هاد البلاصه هادي زوينه، هادي راه معروفه بالفلاحه ديالها، الزراعه والفلاحه اللي متحدى على الجزائر، بين الحدود المغربيه والجزائريه ما بيناتناش بزاف، واحد جوج متر ولا 3 متر ولا ما واصلش. وكاين هاد البلاصه هادي اللي معروفه بزراعه الزيتون والزرع، هنا كيديروا الفلاحه في هاد المنطقه هادي، معروفه بالخضروات والفواكه، والحمد لله هاد البلاصه هادي معروفه كما كتشوفوا. شوفوا الماء، هاد البلاصه هادي ولات كامله ماء تبارك الله، هاي العين لهي في ديك البلاصه اللي غادي نمشيو نشوفوها ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم بارك. كلشي فرحان، شيوخ وشبان ونساء ورجال، كلشي جاوا هنايا فرحانين تبارك الله باش يشوفوا هذا الخير ديال مولانا الكريم تبارك الله. كلشي فرحان الحمد لله على كل حال، والله العظيم الى اطفال صغار فرحانين والله، هما يعوموا ليها كاع بكثره هاد البرد، راهم يعوموا في ذاك العين هذه، والله العظيم الى شي حاجه تفرح اخوتي والله العظيم. بارطاجيو اخوتي الفيديو واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد، وهذا هو اخوتي، وراكم عاد هنايا معنا في اللايف في هذا البث المباشر ان شاء الله، اللي كننقلوا لكم من عين مرجيه احفير كما كتشوفوا تبارك الله. جاوا الناس من انحاء المنطقه باش يشوفوا هذا الخير تبارك الله ديال مولانا، والله العظيم الى هذا الشيء هذا كيفرح تبارك الله. شوفوا الحمد لله على كل حال، اللهم صل عليك رسول الله. الحمد لله، حنا دابا غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه هنايا في عين مرجيه، وغادي نمشيو ان شاء الله نشدوا الرحال الى مدينه بركان ان شاء الله. وهذا هو، هذه هي الاجواء ديال عين مرجيه تبارك الله، كما كتشوفوا الدعوه مغيمه وراها طيح الشتا رقيقه تبارك الله، كما كتشوفوا الزراعه، المنطقه غنيه بالتعريف بالزراعه ديالها والخضروات والفواكه. الحمد لله، اللهم صل عليك يا رسول الله. الناس راهم عاد جايين طبيعة الحال، اصحاب السيارات اللي عندهم السيارات راهم عاد جايين. الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هنا كاين جوج ديال الطرقان، هنا كاين طريق ديك الحفير وجدة، وكذلك الطريق اللي منا على اليسر تديك البركان حتى هي تديك الاحفير، يعني في حاله ما لو كنت باغي تمشي لوجده ولا احفير تمشي بهذه الطريق هذه، وفي حاله ما لو بغيت تمشي للبركان ولا اغبال تفوت منا. الحمد لله على كل حال، شوفوا الخير ديال ربي سبحانه وتعالى، اللهم صل عليك يا رسول الله. هذه قنطره اللي راني دايز عليها، قنطره الواد راه فات لتحت الطرقي، راه فايت لتحت الواد، وهذه تديك للدوار، الدوار كسميتو أغبال. كما قلنا منطقة غنية عن التعريف بالكرموس والشريحة، فلاحة تبارك الله كما كتشوفوها، الزرع، قصبر، قصبر لهيه، نعناع تبارك الله. الحمد لله على كل حال، هنا كاين القبور ديال المنطقة الله يرحمهم ويسع عليهم، كاين الزيتون، بلاصة معروفة، معروفة بزاف بالزراعة ديالها والفواكه والخضار، وكذلك على الحدود المغربية الجزائرية تبارك الله الزيتون. تبارك الله هاد الشتا اللي راه طيح تبارك الله رقيقة، والفول دايرين حتى الفول والجلبان هنايا، الشتا اللي راه طيح تبارك الله رقيقة، هذه هي اللي كتستنفع بها الأرض، كتدخل في الأرض. كاين الناس اللي ساكنين هنايا، أصحاب الأراضي ديالهم اللي ساكنين، أصحاب أغبال أحفير ساكنين هنايا. تبارك الله منطقة غنية التعريف،
قزبر قزبر بطاطا سلطة يعني السلطة والقزبر وهذاك محل معدوس والهندية الهندية خويا هنايا ما مريضاش سبحان الله العظيم ما عرفتش كيفاش لافير ديالها هنا ما كتشوف الهندية ما قاسها لا برد لا والو يمكن هذه هي اللي كيزرعوها يمكن منطقة غنية عن التعريف تبارك الله في الزراعة الزرع هو يعود للحياة الهندية مريضة هذيك اللي شفنا قبيلة ما مريضة سبحان الله العظيم ما عرفتش واش دير لها شي دواء ولا شي حاجة يمكن ديال الزراعة هذيك النقلة اللي كيزرعوها خروب أو الخروب اللوز منطقة غنية من اللوز عاود الشتا رقيق وبقى تبارك الله حنا دابا شادين طريق البركان الصحراء هنا عاد فيها حفير مازال ما دخلنا الأربال عاد حنا قراب الأربال واحد كيلومتر أو جوج كيلومترات الناس هنايا كتفلح كدير بطاطا كدير الزروطية كدير البطاطا هو هذا داير هنايا الخرشف الخرشف معروف المنطقة بالزراعة تبارك الله معروف بعطا الخير ديال الماء ما شاء الله ما شاء الله الطريق هذي تدي للدوار هاهي ديال البركة تبارك الله اللوز يا اللوز راه عطا دار الحبة تبارك الله هاهي لا مزيان نمشيو نتا فوق تضربو اللوز الشريحة راه هاد نوض فول هنا كاين مقبرة الله يرحمهم ويوسع عليهم سكن الله يرحمهم ويوسع عليهم اللي كاينة هنايا في الأقبال هادي مقبرة صغيرة غير ديال الدوار هادي وهاي مقبرة أخرى عاود سبحان الله الطرق فايتها في وسط المقبرة المقابر منا ومنا والطرق في الوسط ايوا تفوت مع 12 ديال الليل وما نقولكش لاباري الا تفوت في وسط المقابر مع 12 ديال الليل ايوا وصيك 8 قعد في دارك هاد النخل ديال الاستعمار هي الدار ديال الاستعمار والنخل ديال الاستعمار هنايا من قديم هنايا احفير كان معروف هنايا بالاستعمار مانا الديور ديال الاستعمار هذا 100% ديال الاستعمار احفير تبارك الله راه كانت معروفه هنايا يسكنوا فيها اليهود يسكنوا فيها اليهود هاهي احفير مبقالناش بزاف الاحفير واحد 3 كيلومتر 2 كيلومتر ونصف تقريبا شتو الجو كي داير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الجو سبحان الله قلت يا الليل كرموس اي تبارك الله حنا دابا قرب ندخلوا للطرق الكبيره خرشف الزيتون قال خرشف تبارك الله اللهم صل عليك يا رسول الله الكرم حنا دابا في الطرق الكبيره الرئيسيه بركان وجده ان شاء الله غادي ندورو على اليسار باش نمشيو للبركان ان شاء الله وتحياتي لكم خوتي وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو وتحياتي لكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.